54 سنة عجافا عاشها التونسيون بعد أن هيئ لهم أنهم استقلوا من احتلال الفرنسيين. في أكثر من نصف قرن حكم تونس رئيس يدعى الحبيب بورقيبة وآخر منقلب عليه وهو زين العابدين بن علي. في كلا الفترتين عاش التونسيون تحت بستار الحزب الواحد والزعيم الأوحد. في نصف قرن من استقلال تونس تم القضاء على كل أشكال المعارضة وقمعت الحريات وتفشى الفساد. لكن الحال تغير خاصة بعد قصة البوعزيزي مفجر أول ثورات الربيع العربي. انتقلت تونس من حكم الاستبداد إلى الحرية فاحتلت في مؤشر الديمقراطية العالمي المرتبة الأولى عربيا وتشاركت المرتبة 69 مع سنغافورة عالميا، كما احتلت المرتبة الأولى عربيا في حرية الصحافة وفي المرتبة الثانية في مؤشر حرية الاقتصاد بين دول المغرب العربي وفي المرتبة السابعة عربيا في جودة التعليم. كما أصبح جواز السفر التونسي أقوى جواز سفر عربي بعد جوازات دول الخليج. ولكن تبقى التحديات الاقتصادية تواجه التونسيين بعد الثورة، فرغم انتقال تونس إلى ملاعب الدول المتقدمة في الحريات إلا أنها لا تزال في ملاعب الدول النامية في الاقتصاد. نسبة البطالة ارتفعت من 13% عام 2011 إلى 15% عام 2019، كما ارتفع العجز التجاري في الميزانية التونسية من 7.3% قبل الثورة إلى 7.9% ما بعدها، وتراجعت قيمة الدينار التونسي 107% مقابل الدولار الأمريكي. كما فقدت تونس 70% من إنتاج الفوسفات مما أدى إلى فقدان خزينة الدولة إيرادات تقدر بمليار دولار سنويا منذ عام 2011، وهذا أحد الأسباب الذي يجعل التحدي أمام تونس الجديدة أكثر صعوبة. وبعد أن اختار التونسيون الأستاذ الجامعي قيس سعيد رئيسا لهم متفوقا على مرشحي الأحزاب الإسلامية وممثلي النظام القديم، يتساءل مراقبون هل تستطيع تونس الحرة رغم كل التحديات أن تنهض باقتصادها كما نهضت بحرية شعبها، وهل سيكون مصير باقي بلدان الربيع العربي كمصير تونس في الحياة السياسية؟